أهلا بكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أخبار الخير. في الحلقة ديال اليوم غادي نقراو من إنجيل متى أصحاح 16 من العدد 24 إلى 28. ديك الساعة قال لهم يسوع للتلاميذ ديالو، إذا بغى شي واحد يجي ورايا يتبعني خصو ينكر نفسه ويهز صليبه ويتبعني. إذا بغى شي واحد ينجي روحه غادي يهلكها، واللي يهلك روحه على قبالي غادي يلقاها. لأنه أش غادي تنفع الإنسان إذا ربح العالم كله وخسر روحه، ولا أش غادي يعطي الإنسان فداء على روحه؟ فإن ابن الإنسان غادي يجي في مجد باه مع ملائكته، وديك الساعة غادي يجازي كل واحد حسب فعيله. الحق نقول لكم إن من هادو اللي واقفين هنا ما غاديينش يذوقوا الموت حتى يشوفوا ابن الإنسان جاي في ملكوته. يمكن مشيتي شي مرة لشي مقبرة وشتي القبور ديال الناس، وكاينه قبور ديال شي، كاين شي مقبرات اللي فيها القبور مكتوبه عليهم شي حوايج، كتلقى مثلا ايات من الكتاب المقدس، ولا كتلقى شي دعاء، ولا كتلقى كاتبين مثلا دعاء، كتلقى مثلا شي واحد كاتب ارحمني يا الله ارحم روحي ولا اسمه. وهادشي كيبين على ان الانسان عارف الداخل ديالو، عارف بانه هو راه ماشي غير ذات، لان الذات كتمشي كترجع للتراب، انه كذلك روح، وان الروح ديالو كترجع لمولاها. اما اغلبيه الناس كيعرفوا بان كاينه الحياه وراء الموت، ان القبر ماشي هو الاخر ديال الانسان، لكن كاينه حياه اخرى. فهكا كنلقاو الناس كيكتبوا في قبورهم شي وحدين زعما كيحط دعاء ولا شي ايه ولا اسمو زعما فيها كيترجاو من الله باش يرحم روح هذاك الانسان هذاك الميت. لكن السؤال هو اش كنعنيهم اللي كنقول روح الانسان؟ الرب يسوع فسر لنا في الكتاب المقدس بان الانسان ماشي غير جسد لكنه روح كذلك. كيقولك زعما هذاك الجسد اللي كتشوف راسك في المرايا ولا كتشوف الناس، هذاك الانسان اللي كتشوفه قدامك راه ماشي غير ذات، راه ماشي الذات ديالو هذاك هو ذاك الانسان اللي كتعرف ولا كتشوف، لكن هذاك الروح كذلك، وذات وروح. والرب أكد على هذا الشيء ملي قال فالكتاب المقدس، قال لك خاف من هذاك، ما تخافش من هذاك اللي كيقتل غير الذات، لكن خاف من هذاك اللي كيهلك الذات والروح. زعما كيهضر زعما الله، بان الله كيهلك الذات والروح. زعما الله ملي كيعاقب المذنب كيقدر يهلك الذات والروح، اما الانسان كيقدر يهلك غير الذات ديالك، لكن الله زعما كيقول لك خاف من الله اللي يقدر يهلك حتى الروح، لان كيلوحها كيقدر يلوح الروح في العذاب الاليم، في الجحيم، في العذاب الابدي. الرسول بولس حتى هو مثلا كيهضر على الروح في رسائله، مثلا كيقول لك كيف سر الروح، كيف الانسان الداخلي. رسول بولس كيتكلم على الانسان الداخلي، كيقول لك هذاك الانسان الداخلي زعما هذيك هي الروح، هذاك هو الانسان الحقيقي زعما، وكيهضر على الانسان الخارجي الذات زعما اللي فانيه. الانسان الخارجي كيقول لك كيفنا، لكن الداخلي كيبقى زعما ما كيفناش، كيبقى كيتجدد. رسول بولس كيقول لك زعما على الانسان الداخلي كيتجدد، الروح ديال الانسان ديال المؤمن كتجدد، وروح الانسان كتبقى
إنسان كما كان كتبقى روحه إلى الأبد. ولكن السؤال هو علاش روح الإنسان ثمينة زعما غالية لهذه الدرجة، علاش مهمة بزاف؟ الكتاب المقدس كيقول لك بأن روح الإنسان تخلقات على صورة الله، وهذا الشيء ما كيعنيش أن الله عنده صورة ولا وجه ولا اسمه، لا كيعنيش هذا الشيء. الله حاشا يكون عنده صورة ولا وجه ولا ذات، لكن هو خلق الروح على صورته، زعما كيعني بأن الإنسان تا هو خلقه بإرادة وبواحد إحساس، فالروح خلقها الله على صورته. وهاد الروح هذه كتبقى دائما عايشة، زعما تا ورا الموت ملي كيموت الإنسان الذات ديالو لأنها جاية من التراب كترجع التراب، لكن الروح ديالو كترجع الخالقة. فالموت ماشي هو الاخر ديال الانسان، لكن هذيك غير واحد المرحله كيدوز فيها الانسان. ملي كيموت الانسان كيتدفن، الذات ديالو كتمشي كتفنى، لكن الروح ديالو كتوقف عند مولاها خالقها. وديك الساعه الله كي ديك الساعه الروح ديال الانسان كتعطي حساب على داك الشيء اللي دار الانسان، كيعطي حساب الانسان على داك الشيء اللي دارو في حياته، اذا خير ولا شر. الرب يسوع قال لك اش غادي يعطي الانسان فداء على نفسه. وهذه الكلمه اللي استعملها هذه كانوا كيستعملوها في عندها علاقه ببيعان والشريان. بكري كانوا الناس كي مثلا في البيع والشراء كيعطيك شي بضاعه وكتعطيه انت كتبادلو، كيعطيك مثلا الخضره وكتعطيه الزيت والى اخره. الناس كيتبادلوا بالبضاعة، كيبيعوا ويشريوا بهذه الطريقة شي وحدين. فهو الرب كيقول لك اش غادي يعطي الانسان فداء على نفسه، اش غادي تعطي باش تفدي نفسك. زعما بكلمة اخرى ما كاينش، ما يقدرش الانسان يفدي نفسه راسه، ما يقدرش الانسان ينجي راسه بيديه. ما كاينش شي حل اخر غير الحل اللي كيعطي الله، لانه هو الوحيد اللي قادر ينجي النفس. الله كيشوف النفس غاليه بزاف، نفس روح الانسان غاليه بزاف كيشوفها، هو الوحيد اللي عطى الحل باش ينجي روح الانسان. لكن السؤال هو اشنا هي الحوايج اللي كيتبادلوا كيعطيو الانسان اللي كيتبادلوا بها الناس في حياتهم. زعما كنهضروا هنا روحيا، الناس باش مهتمين، بزاف الناس كتلقاهم مهتمين بالغنى، المتاع والمال. أغلبية الناس كتلقاهم مهتمين غير بأمور الدنيا، متاع والمال، واش غادي يديروا، واش غادي يشري، واش غادي زعما ما كيخموش في اخرتهم، ما كيخموش في مصير ديال الروح ديالهم، كيخمو غير في الامور الوقتيه. هاد الدنيا هادي كينساو بان راه الدنيا هادي غير مؤقته، الحياه هنا قصيره بزاف. الا بغيتي تقارنها بالابديه، داك الوقت اللي غادي ندوزوه ورا الموت، حياة قصيرة. إلا حطيتيها في واحد، إلا حطيتيها زعما في ضوء الأبدية، حياة قصيرة بزاف. والإنسان ورا الموت كيعيش إلى الأبد، كيبقى ديما عايش، الروح ديالو كتبقى ديما حية في البلاصة اللي مشات لها. زعما مصيرها واش غتكون في حضرة الرب، حضرة الله في النعيم، ولا في الهلاك في الجحيم، الهلاك الأبدي. وكاينين شي وحدين، شي ناس خرين مهتمين غير
الزنا والفساد وبشهوات الدنيا والملاهي كاع داكشي اللي كي يلدد الذات ديالهم، كاع داكشي اللي كي يفرح الذات ديالهم كيديروا زعما ما كيضربوش حساب لهاد الاله الخالق هذا اللي ما عندهمش، ما كيخموش كاع في هذا الخالق هذا الاله هذا، ما كيعرفوش ما كيعطيو حتى شي وقت لهاد الاله هذا الخالق القدوس، هاد الاله هذا اللي كيغضب على الذنب، ما كي زعما ما كيخموش كاع في المصير ديالهم، ملهيين غير بالملاهي والزنا والفساد والذنوب والخطايا، وما كيخموش كاع، ما فيهمش خوف الله في قلوبهم، ما كيخموش كاع على هاد الاله هذا، هاد الاله المخيف اللي هو محب ولكني مخيف كذلك، اللي ما كيخموش كيفاش زعما على الحل اللي باش يبرد غضب هاد الاله هذا، لانه كيغضب على الذنب وكي يعاقب المذنب الى ما تابش من ذنوبه. وكاين ناس اخرين اللي كتلقى مثلا تابعين شي طرقان تعاليم غالطه ديال معلمين دينيين، تعاليم زعما بدع ولا تعاليم غالطه، وتابعين ديك الطريق كيظنوا بانهم كيرضيو الله، كيظنوا بان في ديك الطريق اللي تابعينه ما راه راضي الله وان الله راضي عليهم وغادين زعما كما كنقولوا حنا راه غادي للجنة. وسليمان الحكيم قال بأن كاين واحد الطريق اللي كتبان الإنسان مزيانة ولكن كديه للهلاك، تصور كلام سليمان الحكيم، كاين طريق اللي كتدي الإنسان اللي كتبان هي مزيانة، هي الطريق كتبان الإنسان كتبان لي راه مزيانة ولكن هي كدي للهلاك، كتغروا ديك الطريق كتبان مزيانه ولكن الطريق غادر للهلاك. فاخيرا هو السؤال هو اشنا هو ثمن الروح ديالك؟ الروح ديالك اش من ثمن عندها؟ الكتاب المقدس كيقول لك ثمن روحك غالي، ثمن روحك دفع ابن الله، دفع الرب يسوع باش يموت على قبلك، موتة رهيبة، موتة الصليب كانت في ذاك الوقت رهيبة صعيبة بزاف، تكرفص موتة خايبة، طيح الدم ديالو لأن الله كان كيحتم الذنب يطيح، كيقول لك خص الدم يطيح على الخطية والذنب، فالرب جاء باش يطيح دمه، فعوض انت تطيح دمك على الذنب هو طيح دمه عليك باش انت تنجى، إذا زوجتي فيه وآمنتي فيه وشديتي فيه غادي ينجي روحك، تنجي روحك من العذاب الآليم، العذاب اللي جاي. فكتشجعك أخي وأختي باش تعطيه قلبك وتآمن داكشي اللي دار عليك باش تنجي روحك. والآن غادي نخليكم أخي وأختي تل مرة أخرى إن شاء الرب، ونخليكم في رعاية الرب وحفظه، وإلى اللقاء. Thank you.